عبد الله جاك اللي بيفصل لك التقاعد صح. من 1-7 وبيارة بيودع الملاعب. من 1-7 شفت؟ انتبه ترى المرحلة الأولى في التقاعد ما كذاب اسمها المرحلة ايش؟ الكذاب. ليش؟ يتهيأ انه بيرتاح من العالم ومن الدواء ومن الصحة بيعيش حياته. يا سلام. بيصحى الصبح ويروح بس العمر مو مطابق على ايش السعادة الأول. في سعادة جديدة صح؟ بس العمر مو حق السعادة الأول. يا سلام. بتدخلك في 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 الليل الليل هذا تشوفه براد بس هو صار مدي طويل. طيب حلو. معك حقوق صح البداية. إيه. سوي تروح وتعزم وتبص تقدام شو الدبسل. أخذك حقوق كذا متنتهي. لما تجيك المرحلة الثانية تبدأ تنقص الحقوق حقتك والحقوق حقت في العمر هذه مربوطة بالسعادة. طيب. كل ما نقص الحقوق انقصت السعادة لأنك من أول عمرك ما 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 يتطابق مع السعادة وهذه. طيب. لأن السعادة اللي أول لو ما معك فلوس شباب. يا سلام. شباب تسعد نفس تروح الدكسل. الآن لو معك شوية فلوس لو تسافر تحسك تعبان لأن عمرك متقاعد. طيب خلصت الفلوس. خلصت الفلوس تدخل في دوامة جديدة في ليل صار. تفكر يجونك ناس يضحكون عليك ويقولك اعرس ما عندك شيء اعرس اعرس جددك وذم تدخل في دوامة. طيب أنا ما عندي شيء لما يدخلون ناس هذه اول مشروع خاص. انتبه من اخوياك الجدد هذول متقاعدين معك اللي حاطين سكسوكه كذابه متقاعدين قالوا هو مو كل الزواج. شلون؟ بيقولوا له تزوج تدخل عمرك وتجدد ما راح تجدد تصبغ مس انت تكذب على نفسك تحط نفسك شباب وانت شباب. يا سلام. هذول انتبه منهم يورطونك في عرس. يا سلام. خلك على ام العيال وخلك على ورع. فيه ناس يعرفون هم متقاعدين هذول الناس اللي يدعهم في المجالس العيال العشاء اللي لحاهم حمر اللي يصبغون في الحنة هذول ايش فيهم؟ هذول يورطونك في غنى يقولك حطوك شبك منها السعاده ومنها ايش؟ انت ما انت حاتن حق التقاعد ذاك حق التقاعد يدخلونك طلعونك في دوامه ثقفت ويفهقك يقول من حول لحول لو سمعت حول لحول ايش انت انتبه اهم شيء من حق الزواج لا يورطونك هذول ورطه ما عمرها ما تطلع منها. طيب حقين الصبغه اللي قلت لك حقين الحنه هذول ناس يذكرون الله. يا سلام. وناس ما عندهم لف ودوران هم يطلعون مع الغنم يعرفون الغنم ما انت غنم طول عمرك وانت كنت وفي المدينه وبلشت الناس. طيب. فانت مقبل على مرحله انا عارف لا انت حق زواج ولا انت حق غنم وش على الاوناس وبس بس شلون؟ تصحى الصبح بعد الفجر معك اوناس شلون؟ معك نغزات. النغزات هذه انت ما تدريش كل شوي انت عند دكتور كل مية نغزات. ثم طول عمرك سواك تحليل ثم دخلت في ايش؟ في الوسوسه. طيب. ثم طول عمرك اعطوك التحليل بكره حق التحليل صح تروح لها متوتر ثم بلشتها في الكهرباء. الفيش ليش ماشي على الشاحن هذا والكهرباء هذا ثم طلع انت وانت اول مره يا ولد رايح جاي سك الباب ثم روحتها تعرف ايش يقول عنها؟ الله يبشر انا تقاعد وبشر. طيب. طول عمرك تبدا مرحله مرحله لين تدخل الحمام بدون حذاء. دخلت المرحله هذه الخطيره. سلم نفسك.